مساء الخير متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية. نستعرض الآن وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال الساعات القليلة القادمة وأيضا خلال 24 ساعة القادمة. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث تسود أجواء صافية، 18 درجة مئوية، الملموسة 16، رطوبة منخفضة، والرياح تكون جنوبية غربية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأها بالمنطقة الشمالية. سكاكا 27 إلى 17، عرعر 26 إلى 16، وتبوك 30 إلى 18 مع أجواء صافية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة، رياح نشطة وأتربة مثارة 38 إلى 24، جدة 29 إلى 28، مكة المكرمة 38 إلى 25، والطائف أتربة مثارة 30 إلى 19 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 26 إلى 14، أبها 28 إلى 14، وجازان 32 إلى 27 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام أتربة مثارة 29 إلى 21، حفر الباطن 27 إلى 17، والإحساء 31 إلى 17 درجة مئوية. المنطقة الوسطى، حائل 27 إلى 15، بريدة 28 إلى 17، والرياض 30 إلى 19 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.